سادة المشاهدين، لازلنا متواصلين بعد فقرتنا الأولى التي كانت حلقة خاصة ومختلفة عن ثنائي الجزيرة، واستضفنا فيها دكتور عبد الماجد خليفة وثنائي أركويت. في فقرتنا الثانية لهذا اليوم من خلال برنامجكم، أهلا بكم، أنا بشكر كل الذين انضموا لنا ويتابعونا من خلال قناة أنقاء. أنا حقيقة سعيد قاية السعادة أن يكون معي اليوم ضيوف مختلفين في ولايات مختلفة. أيضا أنا سعيد أن يكون معي داخل الاستديو الشاعر الشاب عز الدين كنيش من الدامر. تحية أستاذ، زيك عزو، ومساء الخير عليكم، وإن شاء الله نكون خفيف الظلال إن شاء الله. الله يخليك. أيضا معنا الشاعر الشاب ابتهال عبد الباقي. دي بتي يا أخوانا، بتي أنا طبعا قلت لك بتي في حتة عبد الباقي دي. ازيك ابتهال؟ ابتهال ده طبعا من الجزيرة من حلة عمر. وأيضا معانا الفنان المميز وفنان الطنبور عبد الرافع تاج الدين، وعبد الرافع تاج الدين أيضا من الحمداب الشمالية. مرحب بكم، والله أنا سعيد بكم. مرحبا عبد الباقي، مرحبا بكل السادة المشاهدين. الصراحة والله أنا سعيد بكم غاية السعادة. مرحبا، نحن كمان سعيدين أن نكون معاكم لأول مرة، ونتمنى نكون أنا خفيف الظل عليكم ونقدم حاجة ترضي المشاهدين إن شاء الله. الله يخليك، الله يخليك عبد الرافع، سعيد بك عز الدين يا. وأنا شد السعادة أستاذ، يعني إن شاء الله نكون خفيف الظل ونقدم حاجة أجمل يعني ترضي المشاهد الجميلة إن شاء الله على قناة أنغام الجميلة. الله يخليك. والدامر طبعا منطقة معروفة يعني. نعم. خرجت أجيال وأجيال. نعم نعم نعم. والدامر البروفيسور عبد الله الطيب. نعم، له الرحمة يعني. والقائمة تطول. نعم. والسيرقدور عدد من الأسماء الكبيرة. نعم. عكير الدامر ضحوي. وعكير الدامر. نعم. ضحوي. نعم. يا ريت لو استهليت فقرتنا الثانية دي بكلام جميل من شعرك بتاع قصص، يا ريت. أنت تكتب الشعر في شكل قصص يعني، شكل قصص اجتماعية. نعم. وكذا. نعم. بقدم عمل بعنوان سطر المحنة. مودة كاس صدر المحنة، وردة يانع طاهي قيلة، وداسة في جواها يحفر فارس الأحلام هديلة. حست الأشواق معاه، لا هو فتش يوم بديلة، وعاشوا بين خلق الله توأم ريضة صافية وجد نبيلة. إلا أغدارهم هجارت والقسم كانت مستحيلة، جاتوا تنزف عين باكية، أصو ما بي إيدي حيلة، وأعمل إيه جمرو نعم دنشان هواك أنا مضغتيلة. لاني بقبل لا بفوتك يا كفارس ود قبيلة، وصنت عهد الريدة بيننا، وكيف حترضى تموت شتيلة. والدين حرفي حشايا، لا رحم كبدة حشاه، لا هو قال يا دوب طفيلة، رد جحفر وطرف دامع، أرضي والدك وياني عارفك إت أصيلة. وباختصار أنا لسه طالب، وما الدراسة سنين طويلة، وياما في الأجسام مواجع، ناس يموت ناس تموت يومي في سبيلة. انت أجمل منيا كانت، يا معزة روح نبيلة، بس مودة زفافة كفنا، بس معمدا ويا حليلة، ولا رفيق يرسم جراحة، لا في والدة تحس حويلة. داب لبست وبسوادة، ولما رحلت من خميلة، وفاكرة بس كلمة نضحي، وعارفة جحفر ما هو هيلة، وفاكرة بس كلمة نضحي، عارفة جحفر يحفر ما هو هنا. يا سلام يا سلام، لك التحية أصدق. ياخذ كلام عجيب. لك التحية. لك تحياتي والله. الله يبقى العافية أصدق. ابتهال ما نسمع حاجة بنفس المستوى، رأيك شنو؟ هوي ما بينقاس الشوق لزيك بالإحساس، قدر الأشخاص العبد مزاد إحساسهم، كاس عد الأجناس ومزاج اللي بيطلع، وزفير اللي بيطلع في الأنفاس أنا مشتاقات، ولما اشتاقك بحليس وروحي في جواي تجابد، وعيني ما بيسكت نحيبة إلا لعينيك تقالب. يا أخي ذات الشوق هو كافر، يا أخي ذات الشوق هو كافر، وما بيخدع للعقايد، وإنت شوقك ما بيخمد وما بيسكن حزق صايد. ولما اشتاقك تجمهر كل حروف إحساسي وحشة، وسيه الشعر اللي بيفضح أي سر جوايا بخشة، ودي للناس حق تقييم من حروفك، من حروفك انت جرسة، يبقى عنوانك قصايدك وخاطرك بخشاك مرسى. يا اخي لما اشتاق بفكر ساعة تلقاك ما اسيبك، وامشي في خطوات صحيحة لو نهاية تكون نصيبك، ودعي كل ما طل فجرك انه ما في مكروه يصيبك، حتى كثير بتمنى كونك اي حاجة في حجم جيبك.
وعادي ببكي انا باشتياقك وفي طرف ثوب ذكرياتنا ببكي ضحفي واحتياجك يعني واجب الريت يعني واجب الريت تقدر وما تسافر بمزاجك. وشوقي لك شوقي لك دايما بحير في دياري اكون غريبه والحزن الحزن جواي خيم زي وقوع اكبر مصيبه وكل ملامحك كل ملامحك فيني تسهر من دموع عيني وبريقه وروحي تتشحتف روحي تتشحتف وراك وتلقى من الوازع ضيقه ويحطش الاحساس وراك وذاتي ما يتبلى ريقه ويعني يمكن ما كعارف افقدك بياض طريقه وقلت شوقك اقوى مني الا عارف بالحبيب. يا سلام يا سلام جميله رائعه والله يا ده كلام بالمناسبه يعني يخش القلب دي عن شيء معاش ولا من واقع يا ابتهال؟ والله يا اخي الكتابة ما هي خواطر يعني انا ما كل الحاجات اللي بكتبها ما بالضروره تكون معاشة؟ ابدا. كنيش قصة الشعر والقصص في الشعر دي المسألة دي انت يعني تشفيتها من وين يعني؟ تأثرت بمنو من الشعراء؟ أنا تأثرت بالأستاذ الجميل عاطف الكنيبلي اللي هو التحية من هنا واللي له مساء الخير الأستاذ الجميل عاطف الكنيبلي كذلك كنت بدري بسمع للفاتح إبراهيم بشير ده ناس الطنبور طنبور حميد يعني ده أخوي كذلك لكن أخوي بيكتب دائما أدب الدوبيت أيوه نعم اللي هي المرابيع أو المسادير أيوة. اسمه محمد شيخ ومن هنا نقول له دي المساجلات والمجادعات المساجلات والمجادعات نعم في مجادعات في في الألبل وفي كذا في البطانة في كذا أيوة. من هنا أقول له مساء الخير عليك وربنا يوفقك إن شاء الله يا ريت بعدين نسمع الحاجات دي يعني والله مربعات حاجات مساجلات هل عندك حاجة بينك وبين كنيجة مشتركة؟ أنا ما حافظ له لكن ممكن أقول لك مرابيع يعني بعدين ممكن أقول لك مرابيع عادي خلاص جدا أنا دايركم بعدين ترتجوا لنا حاجة الاثنين يعني الا انتوا بتهل لا ما اسي لكن نسمع اول شيء عبد الرافع وبعد ذاك نواصل رايكم شنو؟ تفضل اساس طيب عبد الرافع حنسمع شنو؟ حتسمع حنا القصيد لاخونا الشاعر عز الدين كنيش وده من الناس الشعراء الشباب اللي انا تعاملت معاهم في الفتره الاخيره يا عبد الرافع قبل ما تغني انت طبعا تاثرت بياسين عبد العظيم نعم في بدايتك الاولى ايوه وياسين عبد العظيم ده ربنا يرحمه ويغفر له من الاصوات اللي ما بتتكرر حقيقه نعم كده نسمع وبعد ذاك نواصل في حته الطنبور وفنانية الطنبور وشعراء الطنبور جدا دي من كلمات كنيش كلمات عز الدين كنيش والحاني اسمع بليك في سبع يا حن القصيد
الصباح واسوني للأسف الشديد الليل والصباح واسوني للأسف الشديد وفي بير المواجه تهدى دون عينك أكيد في بير المواجه تهدى دون عينك أكيد من ترى حتى شيء مطباقي ما رس البريد أضرب بليك في سبع يا حين القصيد أودى غلب من رجعة جابك لعاتي بروحي مروح ليها سيد أحذر من مرافي الرجعة من تحلم تصيد أضرب بليك في سبع يا حن القصيد العكر بسرعة ما بيشق السعيد اتوكل وسوق لابك من آلام يزيد اضرب بليك في سبع يا حن القصيد نار الوجع ما بتكفي لو سويت لقيت لو فاكرني صايم ضمة أو دونك وحيد لو فاكرني صايم ضمة أو دونك وحيد تبقى حقيقة جد ما الحقدة ما بتعرف تريد أضرب بليك في سبع يا حن القصيد وغلب من الرجعة أنا بحلف إنه صادق ريدي شان شخصك فريد بحلف إنه صادق ريدي شان شخصك فريد وأحزر ثم أحزر أنسى في الحب كم شهيد أضرب بليك في سبع يا حن القصيد أضرب حبي ليك في سبع يا حن القصيد تا وقت وغلبني الرجعة كان الدنيا عيد كتر خيرك يا عبد الرافع يا أخ تا وقت وغلبني الرجعة غلبني الرجعة كنيش ها قالوني دي قصتي شنو بصراحة والله بصراحة كده يعني طبعا قصتها طبعا داخل النص يعني كويس طبعا انا قاعد استوضحنا قصة اقول لك يعني من مسجل الخيال يعني ولا خليها لا تعليق فضوا التذيبتها يعني تهربوا الاثنين هربتها خليها عايمة خليها عايمة خليها عايمة كده نعم كويس انت دائما اقول لك جواب باين من عنوان من عنوان انت قبلك في بداية قلت حميت وتأثرت بحميت ومدرسة حميت حميت والله قريت له كثير الأستاذة البروف يعني أنا بحتبره في الـ في الـ في الرمزية يعني أستاذ جميل جدا نور رحمة المخزن طبعا أشعاره كلها مو ولا في الرمزية في الرمزية نعم قريت له والله يعني ما قريت للفاتح قريت لي عطر كنملي كويس قريت لي عدة شعراء يعني لكن في الكتابة يعني أي زول المفروض يخوض بصمته براه يعني كويس يكون عنده طريقته الخاصة يكون عنده طريقته يكون عنده مفردته يكون عنده كده يعني في فنانين تعاملت معهم غير عبد الرافع ده في الفنان أمين الشيخ كويس فنان شاب كده برضو تعاملت معه بشغل حديث اتعاملت مع محمد احمد مسلم اللي هو ود احمد برضه فنان طنبور اتعاملت مع الاستاذ ود ناجي برضه كذلك طنبور
يعني بميل اكثر يعني كويس للطنبور او الدليب كده يعني. جميل. نعم. لان غنى الطنبور ده ذاته فيه حنيه كده وفيه إيه شجر معايا المناسبه، وبعدين فيه حنين. حنين نعم. يعني لما تسمع الطنبور ده انت بتعيش في عوالم اخرى. نعم. ولا شفتي هل طبعا ما زي الحنينين شديد. نسمع حاجه فيها حنيه، رايك شنو؟ انت قولي حنيه وانا بقول. تفضل يا بتعال. تراب وعطاتنا مرحب بوق وحوش الغنب كل الفلفل الطريق، قريب قريب نستعمل ريح الجبل يشيل الشوق يوصلوا ليك كتير قول الحريم في الفلة في كل السراج نبيك إلا أنا ما سمحت حديثي عاجبان الشهامل فيك كفاك يا الغالي رجت الغربة بتملي إيديها ما بتديك وإيه يعني مليت دولابنا بحاجات ما بتقنيك. يا سلام. العيشة بقت ميسورة من نقاط مطر ترويك والوطن ينكشف ساكل مقعرفات. يا سلام. فلا تخلي المداين همك وبهرجة البيوت تغريك البيت ببنو من كم طوبة. يا سلام. زور رغم الوحل بيمسيك يشيل خاطر الأفراح يشوف كل الوجوه يوسيك نص أنا افتقدتك، أنا افتقدتك بين ضجيج المارة وحسك معتلة وتلفجر وبين ضحكة الشفة حناك بين حلوة أو حبات تمر من الناس ما ليها اليقين خلانا ما معين الصبر عايشين حياتهم وانبساط كايسين مع الرزق الستر لكني يا الغالي اشتهيت أحرف حنينك في السطر والله ماليني الحنين والشوق كتر يا عارفة هم الغربة فيك وحالتك مع الليل يكتمر الكل هو بيتمناك حضور لكني برجاك في الفطر باكر تستي في حيل غناي باكر تستي في حيل غناي الدنيا عيناتك شتر باكر تجي وجيتك هيل الخاطر تسر تقدل عليه بحر اشتهاي تعرف مزاغ الغربة مر وانا بفقدك انا بفقدك كل ما حريم الحلة قال نوب وكر مين غيرك دون الشباب مليان شهامة هميم وحر ومن البلاك يا الغالي بتكفكف وجه الدنيا لو مسانا ضر انا افتقدتك في صباح الحلة في صباح الحلة وقت الدنيا عيد بهيبتك بكل تفاصيلك وسامتك ولفحتك ليشال جديد انا ما افتقدت بلا عينيك وملامح الفرح البعيد درويشة في ريدك بقيت يا شيخي ويا سيد المسيح دم بقيت درويشة في ريده ده يا ابتهال ها؟ ده رجل لم يأتي بعد لم يأتي بعد كليش نسمع حاجة بعد ذاك نمشي نسمع عبد الرافع يا دابع جر إد بيقفاك شنجاب غناك جيهد غناي كفنت ليه روح القصيد بعد الويل افتاتي الشقاي أنا لاني منك ولاني فيك ولا حتى هماك يوم بكاي يتمت حنك بيجفاك علمت كيف يترك هوايش داير بعض الدور شرد وشمس الله باقي علي عزاي واقفين نهفهف في الصبر الهد حيل علينا ساي يا بنية شي ملحن نشف ومطر اليقين خاصم سمايا العترة بيدعدل المشي ولكن مشيك عتر قفايا نسيني ما بيشفع بكاك أنا كم شريب مرق براي متوسد الآلام فرد فاكرك بتبقي لي ضراي آسفين كتير أنا والعذاب فاهمين بعض ولابسين بعض وحاس اشتكاي قادر يلونيني وكفى وقادر يبري النار حشاي أصدق شعور لما العذاب يبكي حنين مع إنه مدمن للبكا يومات بينزف في جراح لا لي ليك مرة اشتكى متوسد الصبر والسماح ومواجعه دايما مدركة وعارف مصيره وما حرق ولا حتى يوم لي ما حكى وانا غايته أدمنت العذاب وأدمنه وصاني ريتك أتركه ويابت معتق بالخداع وكذوبة في زمن الشقى ويابت معتق بالخداع وكذوبة في زمن الشقى وانا ما كذبت عليك في يوم وانا ما نحتك في جواي العترة بتعدل المشي ما في جريك يا بيت وراي توبك مرقع بالخداع ما تشابي لي إد بقفاي مشرب تنيلك وكنت شيم أوعاكي تحلمي بيه هواي شبرك مهتك بيه بكاك جرحك مكفن من سواي لمتين تغطغطي فيني فيك لمتين تغطغطي فيني فيك يا زول زيفي جد كفاي موهومة كان حبيك أنا أزرع هو عادنا كيف شقايا نزول معتك بالصدق والسلع علينا سن معاي تدفني ومشى لي كالضابة كان تصلي وسماي أستاذ قصيد وتألف بس سبورة لي كلمات غناي تلميذة دايما في الرسوب راءات كتار مفصولة ساي في آخر الجول بصراحة نماني برلوم لهواك لقيت مناي في آخر الجول بصراحة نماني برلوم لهواك لقيت مناي يا دابع تر إد بقفاك شنجاب غناك جيهد غناي كفنت ليه
روح القصيد بعد اللي يلف تاتي الشقاي. كسر الله عز وجل. يا أخي تزور فنان. الله يديك العافية أستاذ. عبد الرافع، شنو من الحاجات غير التعامل اللي تم بينك وبين زدين كنيش في بعض الأغنيات؟ الأغنية الأولى طبعا هي من كلماته. نعم. وقلت من الحالك أنت. أيوة. وأنا أعلم تماما أنك بديت مسيرتك الفنية متأثر بالفنان الراحل الكبير ياسين عبد العظيم. أيوة. والله أنا غير الراحل ياسين ربنا يرحمه ويغفر له غنيت لفنانين كتار، لكن يعني كانت المدرسة الأولى وأنا محتمد عليها تماما مدرسة الراحل ياسين، لكن تغنيت للأستاذ مرغ النجار، الأستاذ يعقوب تجسير، يعني المدرسة دي صديق أحمد كلهم ربنا يديهم الصحة والعافية، ونبرسل لهم التحية من هذا المنبر. كويس، عشان يكون في تواصل بتاعي، رأيك شنو نسمع حاجة لياسين عبد العظيم؟ والله يا أخي جدا، مع أنه يعني ما كانت مرتبة، لكن إن شاء الله نقدر هاي حاجة منها بس جزء إن شاء الله. جدا ياسين عبد العظيم. برضو بحيي أستاذنا صديق أحمد ومرغن النجار، وأيضا برضو أنت استمتعت في بداياتك وحاولت بقدر الإمكان أنك يعني تتغنى لعدد من فناني الطنبور
يعقوب تاج السير وعدد كبير، ومن الرواد الأوائل طبعا إدريس إبراهيم والنعام آدم، وأيضا الفنان عثمان اليمني نترحم على روحه وبنحيي أسرته من هنا. ربنا يرحمه. كنيش لك تهيئة، شايفك سرحت كده جنبك أنا بعيد قريب قريب. نعم نسمع حاجة قريبة، رأيك شنو؟ نسمع حاجة قريبة. انت قبل تكلمت عن المرابيه وكده، وما هي في مسجلات بيناتنا لكن ما محفوظه، بينك وبين بيني وبين اخوي الاكبر محمد كنيش. ايوه هنا مسائيه بالحي والله محمد. نعم لكن نسمع حاجات نقول في الغزل. كويس كويس، اجمل حاجه كمان. كويس مساء جميل يعني. كويس شايف ابتهال مشط للوطن قبلك، انت امشي للغزل بعد ذاك نجي راجعين لابتهال ثاني. يعني ما عندك مشكله اذا دار الوطن نخش في الوطن. لا نمشي الغزل احسن مع المساء الجميلة جدا. الجدي اللي بيرتع بمهاوي هويد وشاغل فكري ودعيني قل غميده ودشت للمقابل النيل وقال بهيد لون الرايع البيه والفطاح لبشيده وممشوخة الغوام زادت علي نواحي وحاكيت السود والله السهر صباحي جمل خالقه وفي العفة زايدة سماحي مسكنة ضنقلة ومنتيها بشفي جراحي يا رب العباد احفظ جمال عينيها ولزمني الصبر قبالة سالم ايديها سلت روح هواي وانا روحي ما لاقيها بيجاها الرسول يا ربي كان تحميها وده الألم اللي علي الليلة شافه طبيبه وبيسهم العيون مكتوف فؤادي صيبه مرت كالنسيم في جو في زاد ترطيبه والزول نعيشك دايما بلاقي نصيبه وارجوك يا نسيم شيل السلام وغشاها وقول ليها العشوق ماضي يطيب لولاها كم نادى ونده بيريد غنى ولاها لا حصد الفراق لانار سعادته معاها وتقدل بيسبات الجاهل ما احلاها وفرق برق كاشف للظلم ضواها مرضى ما بطيب العافيه وين القاها ما دام العلاج جرعه لزايز فاها وفي حال كالدجن قلبي الرهيف ناجاها ماسور بدلاله وودلته ومحياها من نديسه لا عند القصار غتاها فكري معاها مما قمت كيف انساها ملكه ملكه وبيت ملوك عاجبني تيها وجاها ما بتدن للفارغة وتسيب علاها الخلاني بالنمو والقصيدة طراها عندها نظرة فتاكة وبعيدة مداها وما نفخت شديك في القعدة ميقهقاها وبالذوق والأدب رب العباد خصاها العود لساننا على النميم وغناها نور محي الصباح والليل سدل بقفاها الصدو العقوق قليها منه كفاها وريتين ليكي حقي السمحة ما عرفاها كان شفت الخصل فوق الكتيف خلفاها قلبك بسراحة الحق وما طاها كان شفت الخصل فوق الكتيف خلفاها قلبك بسراع تلحق وما طاها دحو بعدي كده والله يعني دي يمكن القصيدة الوحيدة فيها الحنية شوية كده عند عز الدين. الحاجة اللي بعرفها عن قصائده كلها قصائد غاسية اي حقيقه كلها شعر بتاع شواكيش وحاجه بالشكل ده آه عنده حاجه حنينه جدا بعدين هو ارتباطه بالطنبور وبالهنا ناس الشماليه وشايف قصته دونغولو وكده ومن الدامر غريبه ما الانسان دائما يمشي خياله يعني كويس يعني الله يحب الجمال يعني لا انت حبك للمنطقه دي يعني بتعزل شنو يعني شايفك انت من الدامر وبتميل لغنى من الطنبور والحاجات انا المرابيعه وشايفك يعني تكلمت عن الشماليه بشكل عام يعني من خلال قصتك دي والله الشماليه بالمناسبه انا لقيت علاقتك بها شنو يعني انت من الدامر اساسا انا من الدامر اساسا نعم لكن لقيت نفسي معلش يعني لا 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 دي من حقك يعني تزعل كويس لكن لقيت نفسي بلقى نفسي اكثر في المفرد الشماليه دائما كويس اذا صح التعبير او المفرد الشايقيه بلقى نفسي بكتب بكل اريحيه فيها يعني انت ما شايقي انا ما شايقي نعم من وين انت؟ انا من الدامر جعلي جعلي من الدامر؟ نعم قرب يقول شايقي من الدامر لا 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 ما اقول بالمناسبه انا جعلي من الدامر من هنا يعني الدامر لهم تحيه خاصه يعني ولهم مساكم جميل وان شاء الله نقدر يعني نحن نحيي كل الناس نعم نحيي كل القبائل نعم الشوايقه والجعلين بعيدا عن العنصريه يعني ايوه حقيقه والله. نعم انا بكلامي ده مش عنصريه لانه انا شايف فيك النبره والحس بتاع اهلنا الشوايقه نعم وبعدين اهلنا الشوايقه كلام فيه حنيه وفيه شجن وفيه عاطفه وفيه حاجات كثيره طبعا نهر النيل عباره عن السودان مصغر يعني كل القبائل وبعدين انا حقول لك نعم. كلام يا كنيش نعم حتى شعراء الشوايقه ديل يعني تحس بانهم حتى في كلماتهم في صدق يا عبد الرافع نعم
يعني الكلام ده ما ساي يعني ما يعني ما يعني ما ممر ساي فيه صدقي حقيقي يعني كله عن تجربة يعني وعن تجربة معايشة عن تجربة نعم. معايشة دي رايك فيها شنو؟ معايشة طبعا انت بقى حاجة يعني ده تصل لي السؤال سألتني بيه وقلت لك لا تعليق كويس في أضرب حبي لك في سبعة قبيل ابتهال نسمع شنو وكفاي نميحك في الحروف ورسمك عليك دار الوجع وكفاي أناديك من سكات حس خوفي جواك ما طلع وكفاية عندهك السكون وصد احتضار الهم رجع لمتين رصيف الانتظار مربع على الشارع الخطاي لمتين حقايبي مرتبة أملاها بفوضة رؤاية تسوق عيون الشوق دموع عليه خدي وتزايد بكاي همتين أزح حلمي وأقيف وفي الجليل قنب حداي أنا ماسي إمت الانتظار بس ضده الحظ ما معاي صارحني لو كملت قواك حيلك عجز ما شال شقاي ومتوزن إيقاعي فيك طنبورو ما وافق غناية نفيك فردت جنا عشم لميت مواسم الخيبة جاي لكن حصادك لابحين لبسيت خشم إحساس نسعي طيب طيب أقول لك عند راي خلينا نتوحد زنون نمل المسافات من الرجاي ونباعد البين ونفوت قدر الله قدر الله ما أدانا نايب كيك وتكتبك الحروف أمشيك وتتساغى الخطايا شكيك وافتقدك طريق مجبورة أمشيه براي شكيك وافتقدك طريق مجبورة أمشيه براي يا سلام يا سلام انتهال يا انتهال بديت نكتب الشعر بتاعي صراحة هتقول لي أيامي كنت طالبة وكده والدورات المدرسية والحاجات دي يعني ممكن من الثانوي من الثانوي؟ أول محاولة شنو؟ يعني نصف أيوة أول محاولة أنا ما حتذكر عليها لا كانت خاطرة أول شيء كتبتيه يعني وبعد ذاك حسيت بأنك أنت زول بتكتبي شعر كويس وشعر وكده والله المحاولات كانت عبارة عن رصاصات ويعني يعني شكل خواطر خواطر صغيرة صغيرة أيوة لحد ما بعد ذلك جات مرحلة الجامعة والمنتديات الثقافية بالشارك في منتديات السي طبعا المنتديات في الجامعة وبعد ذلك ثاني برا الجامعة وبقى المفردات والثقافات المختلفة أضافت لي الكثير وخلت مختلفين وطبعا الثقافات المختلفة دي ذات الليلة هي جماعتنا كلنا نعم. يعني عز الدين كليش من الدامر بعد ذاك ابتهال من الجزيرة حلة عمر نعم. بعدين عبد الرافع من الحمدابة الشمالية الشمالية تشكيلة ذاتها ودي الثقافات اللي بنتحدث عنها نعم. عبد الرافع نسمع شنو والله طيب نسمع السياحي سياحي بص ولا ده شنو ما فاهم ايوه البص السياحي كويس دي كلمات البص السياحي من كلماتي ومن الحاني كويس نعم السياحي الشال حبيبي الشال حبيبي الشال حبيبي السفر أسباب بكايا بكاينا الشال حبيبي الشال حبيبي يوم وداعو بكت عيوني يا حلال حبيب قساي بوراه ظلم فريقنا بوراه ظلم فريقنا وانطفت أمراض سمايا سمايانا السياح الشاب حبيبي الشال حبيبي الظروف قصدت فراقنا والغدر قصد شقاي الظروف قصدت فراقنا والغدر قصد شقاي خطايا خطايا لا
يا حسان حبيبي الشال حبيبي بالي في ذكرى وسارع في صباحي وفي مسايا بالي في ذكرى وسارع في صباحي وفي مسايا حبه في جواي كتمته حبه في جواي كتمته اسمه في شعري وغنايا غنايانا السياح الشال حبيبي الشال حبيبي بالسلامة حبيبي يوصل ديمة تبراه والعناية وبالسلامة حبيبي يوصل ديمة تبراه والعناية بالسلامة حبيبي يوصل ديمة تبراه والعناية والفرح يبقى له مقنع والفرح يبقى له مقنع والفرح يبقى له مقنع لا يشوف هم لا نكايا عزايانا السياح الشال حبيبي الشال حبيبي فوق جمر مستني جايتو يرجع أيام هناي فوق جمر مستني جايتو يرجع أيام هناي حاضن الأشواق ورسل حاضن الأشواق ورسل حاضن الأشواق ورسل له من قلبي التحايا أزاينا السياح الشال حبيبي الشال حبيبي الشال حبيبي السفر أسباب بكايا بكايا أسباب بكايا أسباب بكايا أسباب بكايا أسباب بكايا بكايا أنا لازل تبكي مش شال حبيبك الدوين سياحي اكيد طبعا شاري من اكيد شاري من البلد جابوا العاصمه جابوا الخرطوم نعم ان شاء الله تكون لقيته هسه الليله لا لا ما لقيته في زحمه المدن بعد اللي قال الكثير ده جميل والله حاجه جميله من كلماتك طبعا ايوه من كلماتي جميل والله وبتلحن برضه انت نعم والله دي تجربه جميله ونتمنى لك التوفيق في حياتك الفنيه طبعا كنت معتمد على حاجاتي لكن بعد ما تعاملت مع الشعراء يعني لقيت نفسنا الحاجه دار اقولها الشعراء قالها وقفت الكتابه في يعني بقت حاجه كده نادره من الزمن للزمن لكن يعني لا سي شكل القصيده وشكل الاغنيه دي مختلفه يعني انت كبرك لما قلت لي سياحي عرفته طوالي في حاجه يعني لا علاقه بالحبيبه والسفر وكده والله يا اخي الغريبه انه القصيده دي كانت راكده من ضمن القصائد الكثيره دي اختارها زول قال لي بس القصيده دي سمحه وشنو شنو بالطريقه دي القصيده مرق لكن كبير انا ما كنت خدت لها بالي انه ممكن تمرق من ضمن القصائد يا سلام يا سلام عليك زدين نعم ابتهال يا ريت لو يعني في الختام ونحن على مشارف الختام والزمن سرقنا والله جدا والله الجلسه معاكم جميله والقعده تحلو جدا والله يا ريت لو وجودك الله يخليك تسلم معلش ما عارف تسمونا حاجه مشتركه ولا اي زول يقوم يقرا براو بطريقته؟ اي زول يقوم نص سريع لكن جدا يلا نسمع ابتهال ولا نبدا بك نبدا بك ليش؟ يمشي يداني حجر حجر ليه راجعه تاني تهدمي وليه داسه في شوق السكات ما عرفت تنظمي زيديني تلي تنيد العذاب ونبط الوجع فيك ابتمي وانا اصلي مخلوق من شقاك لمتين تحلمي وترحمي ويمشي يداني حجر حجر ليه راجعه تاني تهدمي وليه داسه في شوق السكات ما عرفت تنظمي
مدخل رميت حجرك نسيتك أنا ورميت حجرك وقع فيه لجة النسيان وخليتك مشيت منك خلاص فتك تراني وضحت لك دنك وكان ما مني يوم خطيت وكان منك أنا اديتك حنان الدنيا شنو اديت نغير ظنك وأنا لغنيتك أنت غوافي جواي كنت كيفنك وهبتك ريد وداسيك جوا حافظك عيد وغنيتك قصايد ناسي حافظنك خلاص وخلاص رميت حجرك وقح في الماء في ما ملقي وشلت جدحت حد إيدي ما تمتد شان الساعة وصلت الحد شان كل البنيت انهد شان بابا بجيب الريح تراه الليلة من انسد وبابا ما سعيت لي قفله انت قفلت ما باليد ونصي خلاص وخلاص رميت حجرك غطس عمق الجرح جواي ويتهشم ولا بمرق ولا بتلم اقول لك حاجه ما بندم ولا بعرف اقول يا ريت ولا بسهر ولا بهتم ولا ببكيك علما كنت بترنم واعرف انت يوم تعرف اعرف انت يوم تعرف ظنونك خايبه ما ترجع ولا تفكر حسامحك يوم كان جيت والعيون تدمع وما تذكرني بالماضي لما تذكرني بالماضي وكانت ربراك ويتوجع وكان جبت الحجار لب وناك بشيل حجر حجر وجع بشيل حجر حجر وجع بشيل حجر حجر وجع ونص خلاص رميت حجرك خلاص خليت غناي عليك وجواي انقطع وترك والقلم اللي بيقطر دمعه يوم باكر يكون سفرك كسرت ودفنت وما يغنيك لما يغنيك ولا يشيل حبره من بحرك خلاص خليتك ابقى براك واري نومي بسهرك وشوف طعم الصدر كيف انه خلي الطعنة في ظهرك ونص خلاص رميت حجرك نسيتك انا رميت حجرك جد رميت حجره نهائي مره واحده نعم تهال رميت حجر انت برضو ولا نسمع هقول لك حاجه مختلفه شويه نسمع لاقاني كان صدفه وبدون يمد ايده كاسر مساحه الصمت هزمني جيم ليل غلبته 6-0 وغلبني كان عيده ناقشني في حاجات الغرب وتقليده وعمر السنين الفات وخبره تجاعيده يا اخي لسه ما وصلنا والسكه دابه غدف الحوت بيتغنى قلبني ترديده وسرحت في خاطري سرحت بخاطري في التهته بيريده مالك واحساسي دام من قفى الترحال شايل تفاصيلك وماله الوساح في الحين لابشيني لابشيلك انا كل ما اتغطاك بالفضني جوفني لك ما تحرش الاشواق وتشد علي خيلك وتشاغل الغيمات يجرفني ما تسيلك ما تشاغل الغيمات ويجرفني ما تسيلك مالك معكرني عكرت يوم ليلة من بكرة يا ويلك من حسي يومين ده وتمرق صدا وفكرة من حسي يومين رق وتمرق صدا وفكرة من شمسي ما طلعت وراجي الصباح بكرة لا ترتقد بالفال لا شمت الضفرة كل ليل ده ماله طويل ومتمادي له فترة وكاشف محاسن الخوف وجاعنا من سترة في وجاعنا من سترة دام هسه بنغني وصواتنا منكسرة وعايشين عليه باكر ومستفين حسرة في وجاعنا من سترة وملامح الوجعة في أي بيت واضحة الضحكة ما ثمرح لغة العيون فاضحة حين يسكت إحساسك يا خط ضج شارحة كم فينا كان بيحلم بدولة جد ناجح تنبت بزور حنين من تربة المالحة دام فيها تربالة ست شاي وكم كادحة دام لسه ناس طيبين أحضان ليك فاتحة وما تخسرت حواليك لو كفتك راجحة كسر النفوس فزلان وخسارته جد فاتحة وكسر النفوس فزلان وخسارته يا سلام حاجة جميلة والله أنا شاكر لكم حقيقة والله شكرا لك ابتهال عبد الباقي وشاكر لك عز الدين كنيش تسلم يا أستاذك التحية الأستاذ الفنان عبد الرافع يعطيك العافية أستاذ عز الدين مرحبا بك أنا سعيد بحضورك معانا اليوم وعطرتنا يعني من خلال هذه المساحة وبفتكر أنك أنت من الأصوات الجميلة المبشرة الله يخليك يا ونتمنى يعني نتمنى لك يعني حياة فنية ونتمنى لك النجاح تلو النجاح اللهم امين مزيدا من التقدم والنجاحات ان شاء الله نعم وبرضه نتمنى لك يا كنيش انه نشوف انه اعمالك دي تصل لكبار الفنانين وايضا الابتهال ان شاء الله نحن حاولنا بقدر الامكان انه تسلم يا استاذ نسلط عليكم الضوء نعم كاصوات شعريه مميزه وبعدين حقيقه ناس الولايه دي حقوقهم مهضومه لذلك حاولنا بقدر الامكان انه نعمل تشكيله انا سعيد بكم غايه السعاده واحنا سعيدين جدا قبل ما نسمع لحن الختام عبد الرافع المشاهد الكريم
أترككم في رعايته وحفظه وفي أمان الله. طيب قول لحن الختام شكر لأخونا الشاعر عز الدين كنيش وأخوتنا ابتهال دالباقي وأخونا ضابط اليغاع محمد أحمد عبد الخير الشهير بيحمده ودائما قاعد يقف معانا والله ما قاعد يقصر. وحنسمع أديتك الخاطر الشاعر رامي قسم السيد وهو في المملكة العربية السعودية رسل له التحايا من هنا من الحانه برضه. أديتك الخاطر لكن بيت خاطري ومشيت بلا خاطر حبيبي ليه كده ليه الخاطر أديتك الخاطر لكن بيت خاطري ومشيت بلا خاطر حبيبي ليه كده ليه من غير تكوس اعذار يا حبيبي ليك عازر من غير تكوس اعذار يا حبيبي ليك عازر ما انت في جواي مهما تغيب حاضر بس لو تعرف الشوق ما بيرجع لي باكر بس لو تعرف الشوق ما بيرجع لي باكر ما كان تسيبني تفوت كده يا بوجه ناير حبيبي ليه كده ليه أديتك الخاطر لكن بخاطري ومشيت بلا خاطر جيت اشكي لك همي نسيتني يوم منك تشكي لك همي أنصفني يوم منك طمني يا محبوب قول انت كيف انك فكر كتير في ناس بلا فراج واسقيني من حنك حبيبي ليه كده ليه أديتك الخاطر لكن بخاطري سهرني طول الليل في ليل طويل ليله سهرني طول الليل في ليل طويل ليله وين القداني حبيب زيك أغني له وين القداني حبيب زيك أغني له أنا قلبي لو كان جاك صابك سهيل خيلو أنا قلبي لو كان جاك صابك سهيل خيلو
زي الشدر بيموت واقف عليه حيله حبيبي ليه كده ليه.